الفقرة مشاهدينا هلأ مخصصة للبرايوتيك بلاس، وطبعا بسعدنا استضيف معي دكتور ألفريد كرم ناتشوروباث. أهلا وسهلا فيك دكتور فيكي ألفريد. بلانش، الله يخليك يا رب. طبعا الناس بتنطرك دايما عبر شاشة الأو تي في نظرا للمواضيع الكبيرة والمهمة يلي فيها مساعدة عظيمة من هالمستحضر لإلهم، وكمان بدي أعايدك بعيد الفطر. أنا كمان السعيد. بعيدك لألك ثانك يو. وبعيد كل المشاهدين، بقول لهم كل عام أنتم بخير. اليوم الموضوع رح نحكي شوي عن الأمراض أكثر شيوعا بالجهاز الهضمي، ونرجع نحكي تفصيليا عن برايوتيك بلس شو ممكن يساعد، شو ممكن نتفادى، وشو ممكن نصحح من هالأمراض. المعروف حسب الإحصاءات الأمراض اللي أكثر شيوعا بالجهاز الهضمي هي الإسهال والإمساك. هذه اللي أكثر بيتعرض لها الشخص بحياته بطفولته وهو عم بيكبر. ينمى تقريبا 15 ابيزود، 15 مره الطفل بين ما يخلق ويصير عمره 5 سنين بيمرق بهالحالات الدياري، وهون في خطر كبير على الطفل لانه بنخاف من ديهايدريشن. صح. الكبير بالعمر على القليله على القليله، يعني بعد 5 سنين لل 90 100 سنه على القليله 3 4 مرات بالسنه. إذا في حالات مثل 100 مليون حالة بأمريكا، بتعرف في إحصاءات عندهم هالقد الإنسان بيتعرض للدياري. هلا الدياري الإسهال مهم نعرف، الأفضل إنه نعرف أسبابه، لكن أوكي. الإسهال هو يعني في أنواع للإسهال. الإسهال اللي هو بيجي حاد يوم يومين ثلاثة اللي هني. الإسهال اللي بيكون مزمن وهذا خطر، وهذا من جراء مش بس انفكسيون، هذا من جراء تعب بالجهاز الهضمي. الإسهال اللي بيجي لما ننتقل من منطقة لمنطقة أو من بلد لبلد بنقول له ترافلرز دايريا. والإسهال اللي بيجي ردة فعل للأنتيبيوتيك، أنتيبيوتيك. إذا من هيك معرضين للإسهال لأنه في أدوية وخاصة الأنتيبيوتيك على القليلة على القليلة 40% من الناس اللي بياخذوا أنتيبيوتيك بصير في عندهم إسهال. كليتنا معرضين، لكن في ناس عندهم مناعة، عندهم بروبيوتيك عايش فيهم، عندهم بكتيريا، عندهم جهاز هضمي مليح، عندهم إميون سيستم كويس، بيقدر يتفادوا هالمشكلة. نحن اليوم بدنا نقول لمشاهدين، وبدي أقولها بطريقة ثابتة وفيها محبة للناس، لأنه أنا شانسي كبير حقيقة. بيجي وبقعد أنا وياكم وبطلع على الهوى، ومن خلال هاللقاء عندي كتير أصحاب، عندي كتير محبين. ما فيك تصوري قد ايه الناس طيبين لما أنت تكوني شوية هيك قريبة لإلهم أو بتخدميهم أو ما بتحسبي حسابات. وأنا بدي أكد لهم اليوم بالعيد الحلو هيدا، بدي أكد لهم ما ضروري يتصلوا فيي كرمال البروبايوتكس. نعم. عشنا على البروبايوتكس واستخدمنا البروبايوتكس واخذنا البروبايوتكس وعم بيسمعوني احكي عن البريوتيك بلس. بيقدروا يتصلوا فيي لاسباب عديده، ويمكن ما يكونوا بحاجه للبريوتيك بلس، وانا مستعد من كل قلبي ساعدهم مع اطبائهم، مع حالتهم، اعطيهم معرفتي قد ما كان عندي شوية معرفة. بضل زيد، ما بقولوا بحصة بتسند خابية، بحصة بتسند خابية، بجيب لهم معلومات صغيرة وبحط لهم إياها بين إيديهم. هيدا اللي بحب أتوجه له للناس فيهم، ما يتضايقوا أنه عم بيتصلوا فيه، ما أنا حطيت رقمي. هلأ إذا ما قدرت رد بتركوا لي رسالة، ولا في أطيب من هيك ناس. مبارح يعني ما عفوا ما في احراج بانه اذا نحن بنتصل بدكتور ألفريد كرم يعني للبريوتيك بلس ولا لغيره مش مشكله. امبارح مدام اتصل فيي بالثمانينات بتقول لي تذكرتني انا طلعت هلاوة وكنت ساعدتني كثير، ما بدي اقول اسمها، هي من دوما. انا قد ما ارتحت وقد ما مرتاحه اليوم، وهيدا بعد هلا وقت طويل، بدي اسالك عن بنت اختي. وعرضت لي حاله بنت اختها وعطتني رقمها وقالت لي اذا اتصلت فيك، قلت لها حاضر من كل قلبي. اذا هيدا امبارح بس عم بحكي، لكن قد ايه بهالوقت طويل
انا مرقت مع ناس طيبين حقيقه. اذا بقول لك بكل اخلاص، يمكن بهال 30 سنه ما في واحد هيك مسك التليفون وهتني انه انا ما خدمته او انا نصحته بطريقه كثير كوميرشال وضايقني بكلامه او قال لي كلام قاسي. هلا في ناس ما استفادت دغري، بتكون عم تحكي ومقهوره، بتفهمها طبعا. الله يساعد المريض والله يساعد أكيد الموجوع أكيد. الله يساعد اللي بتكون حالته وبكون تنقل من طبيب لطبيب وبعده عم بيعاني، لانه كمان ما ناخذ بعين الاعتبار انه اليوم برايوتيك بلس منه دواء لوجع، منه دواء لحاله، هو طريقه عيش، هو تعمير اذا بدك، بناء هالجيش من البكتيريا الحميده لحمايتنا للمدى الطويل. بس خلينا احكي تحديدا بموضوع الاسهال. العاده كانت زمان يضل معنا هدول الحبتين يلي بيوقفوا الاسهال، بعدين صرنا نسمع الناس فاتت على المستشفيات بسبب هالشي. يعني اليوم وقتها بصير معه اسهال، واحد همه بس يوقف الاسهال. ما كنا نفكر اذا وقف الاسهال بطريقه فجائيه، هالبكتيريا او هالفيروس يلي هو سبب الاسهال قد ايه ممكن يعمل انفكشنز والتهابات بالجسم. انا اليوم بدي اكد لهم، بدي اكد لكل مشاهد، ان كانت الحاله الاولى اللي هي قلنا عنها حاد او مزمن او اي انتيبيوتيك اسوشيتد دايريا يعني من جراء الانتيبيوتيك او ترافلر، البروبيوتكس بيجي ليساعد بشكل كبير. هلا بيقدر يحمي قبل، بيعمل بريفنشن، لكن بالوقت اللي هو فيه بيقدر يساعد كثير. هيدي دراسات، هيدي احصاءات على الطفل وعلى غيره. وبوقت اللي بيروحوا الباحثين والعلماء يدرسوا الموضوع ببينوا بدراساتهم انه على القليلة نص وقت العلاج بقل، بدل ما يكون 4-5 أيام بصير يومين ثلاثة، بدل ما يكون يومين بصير يوم واحد بفضل البروبيوتكس. صح. دكتور فيليب بولاردي فرنساوي اكتشف ساكارومايسيس، سميها بولاردي على اسمه او سموها على اسمه، هي خميرة رائعة مفيدة جدا لنا. هي مش بروبايوتيك، هي من الخمائر. نعم. ييست، وبدأ باستعمالها من شي 40-50 سنة، وهي خاصة لحالات الدياري، وأكثر من هيك خاصة لترافق الأنتيبيوتيك. صح. لأنه نحن اليوم إذا أخذنا أنتيبيوتيك وأخذنا دغري حبة أو حبتين بروبايوتيك معهم، الأنتيبيوتيك قوي بيقتل، ما بيعطيهم، ما بيترك لهم إفيه. هلا ما راح يقتل لهم كلهم، بس ما راح، البروبيوتيك اللي دفعنا حقه ما راح يفيدنا 100%. افضل الحالات عم بقولها حتى الناس تستفيد، لانه هلا يمكن في ناس عم بيسمعونا وعندهم دايريا، عندهم اسهال من جراء هيدي او غيرها، من جراء هالاربعه، وحده من هالاربعه هيدي. لما يصير في عندنا دايريا من اي سبب جاي، بناخذ البولاردي، برايوتيك بلس بولاردي اللي هي خميره. نعم. وبنستفيد عليها، واذا كنا عم ناخذ انتيبيوتيك بناخذ البولاردي معها. اوكي. وبعد ساعتين ثلاثه بناخذ البروبيوتيك. ليكي شو بين؟ يعني بناخذ البرايوتيك بلس اللي هو فيه البولاردي، اللي هو بيجي مرافق للانتيبيوتيك. صح ومن بعدها بساعتين البرايوتيك بلس الشامل. ليه بناخذه دغري مع الانتيبيوتيك؟ حتى نزيل رده الفعل السيئه اللي هي احتمال يجينا الدياريا. اوكي. لما ناخذه معه الانتيبيوتيك رح يعمل شغله، والبولاردي رح تحمينا، وبعد ساعتين ثلاثة رح نرجع نعيش فينا البروبيوتيك. وهون الإفادة مضاعفة. نعم. تبين لأطباء كتير، وهن اليوم في كتير أطباء عم بيروحوا بمهنتهم بإنسانيتهم نحو الدواء ونحو النوتريشن، نحو كل شيء بيفيد المريض. يعني بدهم يقدموا له نصايح عديدة ليساعدوه على مشكلة المرض. ولاحظوا في شغله مهمه، انه الاتش بايلوري، الهليكوباكتر بايلوري اللي هي ما بتسكن بالمصران او بالجهاز المعوي، هي بالمعده. نعم. لما يعطوا انتيبيوتيك ويعطوا معها بروبايوتيك، عم الافاده تكون مزدوجه. هون عم نحكي عن
البروبايوتيك، مش عن الخميرة، عن البروبايوتيك بريوتيك بلس. يعني بناخد الثيرابي اللي تبع اللي بيعطينا اياها العلاج بيعطيني اياها الطبيب، وبعد ساعتين ثلاثه بناخذ البروبايوتكس، البكتيريا هيدي اللي هي بتحكي جسم الانسان، بتتفاهم مع خلايا، عندهم علاقات بين بعضهم، بتتحسس كمان، لانه مش دغري رح بتموت هي من الانتي بايوتيك، ولا حبه وحده كانت بتفيد العالم، ما بده ياخذ كورس، بهالوقت هذا بتروح صوبها وبتذبحها كمان. اوكي. بنستفيد مرتين، من هيك انا عم بقول لهم مع علاجاتهم مع ادويتهم يتذكروا انه في شيء اليوم اسمه بكتيريا صديقه جيده مهمه فينا نحصل عليها بمستحضر. طبعا. وافضل المستحضرات بدون اي مبالغه البريوتيك بلس. يعني بتسمح لامتصاص الدواء بشكل كمان افضل ليقدر يعمل هالدواء شغله لانه نحن اخذنا البريوتيك. اي دواء فينا. ليكي انا عندي الوالدي بحتاج عندها شي 13 14 دواء، جبت لها علبه هيك كبيره مقسم تنين وفيها اربعه، مش بس ثلاثه، فيها اربعه اذا ما نزيد الرابع لانه الصبح وظهر وعشيه وسبعة ايام. مع كل ادويتها بتاخذهم اكيد انا عم بنصحها باشياء ثانيه غير البريوتيك بلس، بحط لها حبه بريوتيك بلس الصبح وظهر وعشيه مع كل ادويتها. ليه؟ لانه مثل ما قلتي هلا وذكرتيني حضرتك انه البريوتيك بلس بيسمح لامتصاص الغذاء بافضل وجه، وبيسمح كمان لامتصاص الدواء. صح. ما في اي مشكله ناخذ البريوتيك بلس مع كل ادويتنا، لكن ما في يعني ناخذ دغري بالوقت نفسه مع الانتي بايوتيك. بعد ساعتين ثلاثه فينا ناخذه ونستفيد عليه. طيب سؤال هون، لانه نحن كنا وقت يوصف لك الحكيم انتي بايوتيك بيقول لك كل لبن. أوه يه. كانت هيك. ليش انا ما بدي اخذ لبن لازم اخذ بريوتيك؟ شو الفرق؟ البحث والعلم والاطباء اليوم لاحظوا انه نصف الناس بيستفيدوا على اللبن. لكن النصف الثاني بيضايقهم. من هيك في اطباء بيقولوا لك بعدي عن شيء اسمه حليب ومشتقاته. في اطباء بيقولوا لك معلش خدي الحليب مشتقات الحليب. اكيد الحليب مضر مع شو اسمه. صح. طب ليه بخلي ليه بيسمح اللبن اللي هو جاي من الحليب يكون كويس لبعض الناس اللي هن عندهم دياري؟ لانه في بروبايوتكس. لانه في ثلاث انواع، الاسيدافيلوس، البلغاريكوس، والترمافيلوس. هالثلاثه هودي كثير مهمين ليساعدوا. طيب بالبريوتيك بلس في 14 نوع، وفي اهم نوعين اللي هو الرامنوسس والروتري. ليكي لما رحت انا بحب البروبايوتكس، وبتلاحظي علي انا شغوف بهالشيء هيدا. صحيح. وبروح لدراسات عديده، وهالدراسات بتدعمني بتخليني اكون افضل. لما اخر مره حبيت تقل على الشركه وعلي بحبوا يعملوا ارباح كثير قلت لهم بدي اجيب نوعين من البروبايوتيك وزيدهم على 12، صاروا بتذكر هالجلسه اللي جلسناها، بدي اجيب لهم الفيرمنتوم والروتري. اوكي. اغلى اثنين بالسوق العالمي. والاغلى لانه من كندا، ولانه سانتي كندا درستهم مليح وحددت. انت بتعرفي لما نعمل بروبايوتكس، عادة اللي بيعملوا بروبايوتكس ما بيحطوا كل بكتيريا وقديش في قديه، ما بيعملوا خلطه بيقولوا لك عندنا 40 مليار بيبهروكي. واو. صح. انت بس 25، هذا 40، بس شو بيعرفك اذا عاملين 35 مليار اسيدوفيلوس وحده. صح. فلما عرفوا قديش غاليين هودي قلت لهم بدنا نحطهم لانه فيهم افادات هائله، تعرفنا على شيء جديد بدنا اياه، بدنا يكون عندنا البرودكت الافضل. نعم. ومن هون نحن لما ننصح الناس ما بنكون عم بالغ بنصيحتنا ولا بنكون عم نستغلهم. اكيد. ما في اصعب من انك تستغلي الشخص مره، بس ما في ابشع منك اذا بتستغلهم كل مره. صح. لكن البريوتيك بلس المخصص للانتي بايوتكس موجود بيترافق دايركتلي معه البولاردي. خلينا احكي شوي عن دايرية تبع الترافل، لانه كثير مزعجه. يعني واحد طالع بالطيارة اذا ساعتين ماشي الحال، اذا 16 ساعة بده يلغي سفرته، شو بيعمل؟ ليكي شو بصير؟ عادة
لما ينتقل من بلد لبلد، هي الانتقال من بلد لبلد، لما يوصل على البلد جهاز هضم يعني جسمه مش معرض لأنواع بكتيريا بتكون نحن معودين عليها ببلدنا مثلا، وهو مش معود عليها بصير عنده الدياري. أفضل الحالات شو بيعمل؟ بياخذ كورس بروبايوتيك قبل بيوم بيومين، بلش البروبايوتيك تعيش كورس، يعني عم نحكي 6 حبات بنهار أكثر. أوكي. يومين، لأنه قبل ما يوصل بيقدر يكفيه بعدين. بس على القليل ياخذ هالبروبايوتيك قبل ما يوصل حتى جسمه يكون جاهز فيما لو تحسس هالبكتيريا اللي هو مش معود عليها كان بالمي او بالاكل. هيدي معروفه صارت، من هيك سموا حاله خاصه ترافلرز دايري. يعني هيدي بترافق ما بحياته ببلده صار عنده او ما كان يصير عنده بهالفريكوانسي هيدي، لما وصل على البلد الثاني صار عنده هالفريكوانسي بالدايريا. نعم. من هيك نعم فينا نحسن جسمنا. من هيك نحن بنقول انه البرياتيك بلس هو مستحضر تو بريفنت بالبداية، حتى نتجنب. نعم. نتفادى فيما لو ما تعرفنا عليه قبل ما نحصل، فينا مع الأدوية اللي عم ناخدها مع العلاجات اللي عم نستعملها نزيد صحتنا أفضل. صح. ونبني الصحة اللي نحن بحاجة لها. طيب الدايريا اللي هي صارت مزمنة ولفتت هون اليوم لكسل المصران، يعني أو مشكلة بهالمنطقة هيدي، هل يعني الوضع المزمن قدي بده علاج بالبرايوتيك بلاس؟ شوفي بالدياري المزمنة هي بيكون عنده يا اي بي اس يا اي بي دي يا كرونز يا ألسيرتيف كوليتس، يعني عنده مشكلة كبيرة بهالمصران، عنده مرض مناعي. أفضل ما فينا نعمله مع الانتباه للغذاء مع الحمية. أفضل ما فينا نعمله أكيد بعض الأدوية بتشتغل على السمتم بس ما بتروح بتشتغل على المرض وبتصححه. أوكي. افضل ما في يعمله حتى يروح على القازس على الاسباب هو ياخذ البرياتيك بلس ويداوم عليه ويروح بوقت طويل. يداوم عليه ما معناته من اول حبه رح يستفيد هالمريض اللي هو عم بيعاني من هالتحسس الهائل هالانفلاميشن الهائله. ونحن لازم نعرف انه الانفلاميشن الالتهابات اللي بتصير هي ردة فعل من الجسم حتى يحمي حاله، لكن لما تطول طول وقتها وتمد بالجسم هون بصير ضرر على الجسم. البروبايوتيك بيشتغل شغله. اوكي. رابع شيء اللي هو انستنت، يعني رحت اكلت لك صحن تبوله بشي محل. ايه وما حد مش مغسل ايدي او مش مغسل كثير صار عندك دياري حاد. افضل الحلول افضلها البريوتيك بلس او البروبايوتكس. ليه؟ هون بنكثف البروبايوتيك حتى نروح ونحارب اما فيروس كان موجود. أوكي. او بكتيريا ضاره او شي باراسايت، وهن البروبايوتيك بيفهموا الموضوع بيعرفوه بانستينكت تبعولن. أوكي. وبيروحوا بيحموا اللاينينجز تبع المصران بيحموا، لانه شو صار لما اكلنا شي ضار الخلايا اللي هي ربنا خلقها والجسم فيها لتستقبل، هي بدها تستقبل الغذاء، ما هي معموله هون لتمتص الغذاء وتبعته على الدم، كمان بتمتص التوكسينز. من هيك بصير في عنا دياري. بتيجي البكتيريا بتروح بتلصق مطرح ما هي لازم، بتحارب الفيروس اللي عم بيحاول يتكاثر، بتمنع تكاثره، بيوم يومين ننهي العمليه. هلا مع هالاشخاص اللي عندهم هالدياري هيدي بقول لهم انا مع البريوتيك بلس الموز مليح، تفاح بلا قشره، الجزر المسلوق، عصير الجزر، عصير التفاح، ما فيك تصور قد ايه. الرز ليك شو بيعملوا افضل طريقه، بيغلوا الرز الابيض، الرز الابيض اللي نحن ما بنحبه كثير لكن ما بنحبزه لصحتنا لانه النشويات، بس لهالمده هيدي بيغلوه بس ضلوا يزيدوا مي حتى يصير الرز مثل النشا تقريبا. رشه ملح وبناخذه مرتين ثلاثه بالنهار تجمع المعدة. أوكي. تجمع جمع. فإذا هول بطاطا المسلوقة هود اللي عندهم حاد بيوم يومين بنتوها، لأنه بيكون عندهم بعض الأحيان عدة فريكوينت على التواليت، يعني هون 5 مرات و7 مرات و10 مرات اللي يساعدهم. لا بدنا نحن نقلل من هالذهاب إلى المرحاض وبيوم يومين ننهي المشكلة. بهالمرحلة نحن بهالحالة نحن مش بحاجة لا لدواء الإيقاف ولا للي بيقولوا له مطهر للمصارين، صح؟ ولا ليكي معهم. ليكي اللي تعود ما بحب انا انهي، ما بحب
انه هو بديل، قصدي بديل عن تطهير، يعني في دواء بيطهر. بقول اذا حابين إيه؟ اذا راحوا لعند الطبيب واعطاهم الوصف اللي هو ما حدا بيروح، صرنا لحالنا بنروح نشتري دواء. إيه؟ اذا راحوا قال لهم يسمعوا الطبيب. أوكي. بس اللي تعود حصلت مره ولقى النتيجه على البريوتيك، اي روح دغري على البريوتيك بلس. بيقدر اكيد، لانه اللي عم بقوله 100% فعال. لانه الطبيب على التليفون حيقول لك نفس الشيء. يعني انا مره صارت عند ولد من الولاد، قالت لي بتجيبيه، قلت لي ما بيبلع بحبه، قال افتحيها. يعني هالقد صرنا. شفتي وين صاروا الاطباء اليوم؟ كثير مذهل. انسانيتهم بتخليك تروح حرام نعطي دواء، اذا فينا نعطيه شيء طبيعي يستفيد. أوكي. منه ونوقف البرد، لانه بعض الاحيان هالدياريه هيدي الحاده بتصير مغص وكرام. طب ليه انا بدي اعيش 3-4 ايام بوجع معدي مش عارف، وبدي احط حالي وخبي حالي وما استرجي اطلع لبرا اذا صديق طلبني او حدا، او بدي اعمل شغله بدي اركض على السوبر ماركت صح. من هون نحن مقدر نساعد بعضنا بهالامور هيدي. كمان بعد سؤال هو شوي مضحك، اوقات في ناس بتكون عندها استحقاق معين، فحص، سهره، دهره، عرس، لانه بتتحرك هيدي الامور، العواطف بالقط بتتحرك، لانه بكون عندهم الريتبل باول سيستم، بياخذوا بريكوشن قبل ما يكون عندهم هيدا المشوار. انا اذا حصلت معي ايه بكثف قد ايه يعني؟ هي اتحاس لو بكثره بدي اقول شو ما بيطلع ببلعه. اه لانه بتصير يعني صدقيني انا الربحان لما اعمل هيك. تكثيف البرايوتيك ما بيضر. The more the merrier. شوفي هالكلمة انت بحبها، كل ما ناخد أكتر كل ما أفضل لنا. يعني أنا برأيي خلوا أكبر جار عندكم البرايوتيك بلاس على هيك مثل ما عم بيقول دكتور. هيدي هالأشياء ما رح تحصل معنا على طول، بس فيما لو بدنا نطلع مثل ما قلتي أنت، أنا لو حصلت معي لأنه أنا حصلت معي من هيك عم بقول لك ويلا. أنا بدي أتشكرك على هاللقاء. أكيد كل برايتك بلاس بكل هالأصناف متواجدة، إن كان على الأرقام يلي عم بيشوفوها المشاهدين على الشاشة أو بالصيدليات، فمتواجد ومتوفر وولنون والكل عم يستفيد. أهلا وسهلا فيك دكتور. ميرسي يا قلبي. فاصل بسيط مشاهدينا ومنتابع.